كيف ما قلنا البارح وغادي نعاودو نكرروها نبقاو نكرروه دائما لاننا حنا تنعتقوا في السيسكيتيوي وتنثقوا في الاطر اللي تنتدبوهم وعنده الصلاحيه الكامله كما كانت عند الصلاحيه عند السيد البنزرتي لانه مؤهل انه باش يدير فريق من حجم الوداد الا ان تتعرف الضغوط وتتعرف المرحله اننا كنلعبوا على ماشي واجهه وحده اربعه ديال الواجهات ما ساهلاش باش تلعب على اربعه ديال الواجهات وعندك واحد ليفيكتيف من اكثر من 23 واكثر من 24 27 لاعب بعد ما تكون حتى 30 لاعب اللي كيسمح لك لا الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد العربي باش تسجلهم في لائحه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الدوريات. اذا زائد المهمه اللي مكلف بها السيسكيتيو وهي هو شغل منصب مانجر جينيرال يدير لا الفئات الصغرى. إذا حنا خلينا في البوست ديالو وعاودنا قلبنا واحد المهمة أخرى اللي هي شيء ما ثقيلة وطلبنا منه يشوف هو واش غادي يرتقي وغادي يبان ليه أنه غادي يكمل فيها لأن النهار الأول ما كانش جا هنايا على أساس أنه يكون هو المدرب الأول واليوم أمام الفراغ اللي سائد ورحيل السي البنزرتي ارتئينا أنه كفء لهذ المهمة ولو بصفة مرحلية يدبر الامور ريتاما نشوفوا هذه السيرات الذاتيه اللي توفدوا علينا والمدربين الاكفاء اللي تيتوفروا فيهم المعايير اللي غادي ينتدبوهم لهذه المهمه لان انت تعرف ان المدرب كاينين مدربين اكفاء ماشي غير من الجنسيه المغربيه من الجنسيه المغربيه والاجنبيه والاوروبيين الى انك انت كتشوف شكون اللي تيعرف الدوري شكون اللي تيعرف اللاعبين شكون اللي عنده درايه بالشؤون الافريقيه لان كلهم هادو جوانب تيدخلوا في هذه المهمه لانها مهمه شويه صعبه مخبلا شيئا ما ولكن صعبه الى ارتأى السيسكيتيوي انه غادي يقدر يواجهها لما لا حنا ما عينا في هذه المهمه ولو بصفه مؤقته الا راينا فيه حنا هذه المساله هذه راينا فيه انه مؤهل ولكن الى بان لي هو انه صعيب عليه المهمه وخصو يكون معاه شخص اخر كيف ما كان السي البنزرتي فراه حتى هو غادي يشارك معنا في هذا القرار باذن الله في المراحل المقبله. شوف اولا احنا غير البارح ومقبلين على مباريات هذه المباريات من اجل المشاركه باش نوصلوا للنصف للربع النهائي في رتبة الابطال وغادي نلعبوا اول مقابله لنا في كاس العرب وحنا درنا الثقه وتنتمناو التوفيق لا لسي عبد الهادي ولا اللاعبين اللي غادي يديروا هذه المباراه وتنطلبوا الدعم ديال الجماهير ديالنا والدعم ديال جميع المكونات باش نجحوا وينجح السي عبد الهادي السكيتوي ما تنساش السي عبد الهادي السكيتوي راه اطار وطني وحنا ماذا بنا يكون عندنا اطار وطني ونجحوا صحبه هذه الاطر واللاعبين الوطنيين هذا راه تشجيع الكره الوطنيه والاطار الوطني. اذا لما لا علاش واش حنا حطينا صغرنا به كون عرفنا انه ما يقدرش على هذه المهمه ما يمكنش لنا حنا ولكن حنا عندنا درايه كامله وتنعرفوا الاخلاق ديال الشخص وكنعرفوا التجربه اللي عنده وان شاء الله لما لا والله ينجحوا في المهمه ديالو وعلاش ما يكونش هو الا قبل انه يكون هو نيت بالضبط ويسير وياخذ زمام الامور بكل جديه وصرامه وينجح في العمل ديالو وحنا ما نزيدوا الا التوفيق.